اليوم كيأتي المؤتمر الإقليمي للحي الحسني لحزب اتحاد الشراكة للقوات الشعبية في إطار الدينامية التي يعرفها الحزب على مستوى الهياكل الإقليمية لمدينة الدار البيضاء أو لربوع المملكة برمتها. وبالتالي أعتقد أن المرحلة الآنية التي يعيشها الحقل السياسي المغربي وما شهدتهم مجموعة من المؤشرات التي ربما لم تكن تخدم المواطن المغربي، بات من اللازم الانكباب نحن كمناضلين ومناضلات لحزب اتحاد الشراكة للقوات الشعبية على مصلحة المواطن بالدرجة الأولى. وبالتالي حتى العنوان أو شعار هذا المؤتمر هو تخليق أو عفوا إصلاح القوانين الانتخابية مدخل للديمقراطية المحلية والحكامة الترابية. فاليوم الانكباب ديالنا بات من اللازم من أجل أولا الرفع من مستويات الشفافية، العمل على تقوية مستويات الحكامة على المجالات الترابية. واليوم سيكون الأخ الكاتب الأول الأخ دريس الشقر سيلقي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة الافتتاحية، وأعتقد أنه مجموعة من المحاور الذي سنعمل نحن كمناضلين ومناضلات حزب اتحاد الشراكة بالحي الحسني من أجل التنمية، لأننا كنعرفوا الحي الحسني والشساعة ديال هذه المساحة ديال الحي الحسني، كنعرفوا الإكراهات والبنية التحتية التي تفتقر العديد من 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 النقاط. هناك بؤر سوداء على مستوى الملاعب ديال القرب لك على قلتها ولكن تستثمر كمقاولات. هناك أيضا مجموعة من المساحات الخضراء الغير متواجدة بتراب التنظيم الحزبي. يعني دابا حاليا واش نتوما كحزب يعني عندكم طاقات البشريه باش انكم تعودوا ضخ دماء جديده في الهياكل ديال الحزب؟ تلاحظوا انه الحزب مده في الدار البيضاء وبحال واحد السبات واحد كذا، واش عندكم هذا؟ طبعا الحزب الاتحاد الشراكي كتوفر على طاقات، واليوم تجديد النخب حتى أكون معك صريحا آخر شعار في المؤتمر الأخير اللي هو 11 كان الانفتاح، وبالتالي اليوم حزب اتحاد الشراكة منفتح على جميع الطاقات الشابة وجميع الطاقات والنخب اللي عندها الإضافة اللي ممكن تقدمها لحزب اتحاد الشراكة. إذن هذا المسألة أولا. ثانيا علينا أن نعزز الخيار الديمقراطي كخيار رئيسي في مسألة الحكامة. اليوم ما يمكنش نتحدثوا على صناع سياسيين اللي ربما صنعوا كنعرفوا مجموعة من الأحزاب التي ربما لم تتبنى سياسة المناضل الذي يتدرج عبر مستوى القواعد مستوى من الأمور، وبالتالي ما عندناش هذاك التوجه ديال إعطاء التزكيات للأعيان، وهذا اللي كيبينوا الاتحاد الشركي. الاتحاد الشركي كان دائما متمسك بجميع الاساليب اللي هي كتعتقد بالمبادئ رئيسيه وقواعد رئيسيه من مستوى الحزب، واليوم كنعتقدوا ان هناك ربما دينامية حديثة وقوية جدا على مستوى الأقاليم بمدينة الدار البيضاء. الأخ الكاتب الأول ياما مرات خلال المؤتمرات القليلة التي تمت على مستوى الأقاليم الحي محمدي عين السباع او انفا تصدر مجموعة من الإشارات أن حزب اتحاد الشراكي هو حزب بعض الأحيان قد نقول حزب يمرض ولا يموت، وبالتالي هناك إعادة هيكلة، هناك أولا الثقة في النخب الشابة والثقة في النخب اللي ممكن تعطي الإضافة للحزب. وكنعتقدوا احنا على الأقل على مستوى المحلي على مستوى الحي الحسني ما أحوجنا أننا فعلا نطبقوا الديمقراطية المحلية وندير التنزيل ديال الحكامة الترابية، لأنها هي الأساس الرئيسي باش تعطينا نخب اللي كتمثلنا على مستوى المجالس المنتخبة أو مستوى على مستوى صناعة واتخاذ القرارات تكون كتوافق واحتياجات المواطن والساكنة اللي هي في صلب اهتمامات مناضلي ومناضلات حزب اتحاد الشراكة للقوات الشعبية.